أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولى العظيم. صحة شريبتكم وين ما كنتم دائما، وربي لا تقطعنا العادة الحسنة، نحكيه على المائدة الخيرية الكبارية، ونوريكم بعض الصور قبل الأذان المغرب. الناس كل نحكيه على إطعام عابري السبيل والمحتاجين والناس اللي مدخولهم ضعيف، لكن اليوم باش نحكي على فئة أخرى جات للكبارية، جات باش تحضر مع أخواتهم التوانسة كيف الناس الكل، الناس جات من فرنسا باش تشوف المائدة الخيرية والذوق الشربة بتاع علي كحلة والكسكسي نتاع علي كحلة. مرحبا بيك ساح، منين جاي؟ جاي من باريس. من باريس تشق فترك في الكبارية. الله الله، الكبارية أصلها قديمة، أنا كنت نسكن في الكبارية أصلا، توا في المحمدية. اليوم وليت المائدة الخيرية نتاع الكبارية شهرتها عالمية. تتفرجوا فيها الجالية وتتبعوا فيها على بلاقينا. دائما نتبعوا فيها، وخاصة معك انت. شنو يعجبك في المائدة الخيرية هذه؟ والله على اللمة هذه والشعب وكل الحق فرحانين، من غادي فرحانين كي نشوفوا العباد هكايا، ان شاء الله نلموا بعضنا، برك التوانسة نلموا بعضنا ونحنوا على بعضنا. فهمتي؟ هذا يعني الأصل. هو أكبر لما التوانسة في الخارج أولاد الكبارية الأحرار اللي هما يمولوا في المائدة الخيرية هذه، والناس بتاع تونس اللي زاد كيف باش نوصلوا 2500 في نهار واحد. إن شاء الله نفوتوا أكثر. إن شاء الله نوصلوا أكثر. إن شاء الله، والله رانا كنا نعاونوا، إن شاء الله نوصلوا، إن شاء الله. نفرحوا ماذا بينا تكبر يعني الخيرية هذه. إن شاء الله تكبر، وديما قلت الجالية التونسية دور الأمي، خليني نجيها هيك كاميرا من غادي. عسلامة ساح، منين جاي؟ أنا جيت من باريس. من باريس للكبارية. كرام لابي ساتر، عندي 51 عام أنا نعيش في باريس، وفرحانة بولد خالي علي وبيكم انتوما بالشعب التونسي، وأنا فيغ دو فو فريمون، فرحانة برشا. هي دمعة فرحة بالطبيعة. دمعة فرحة لأنك بين أخواتك، بين أهلك ومليك. مغرفة الشربة هكا مع أخواتي هذوما، ماذا بينا نعاونوهم، ماهوش عيب. سأروب تعمل حد شيء. هي أنت تونسية، أنت هكا كاميرا قدامك وتوجه بالدعوة لتوانسة البر. يا توانسة بجاه ربي، حتى 20 أورو شاك بيخسون دو فو دو لا فامي تبعثوها للناس هذوما، راهم ما عندهمش،
راهو يعلم ربي بحالهم. كيلو البنان ب 10,000 ب 11,000، اللحم ب 42 دينار. انا نقدر باش ناخذوا، ما هما ما يقدروش. سيفو بلي، بجاه ربي بجاه ربي برحمه والديكم عاونوا اخواتنا، عاوناهم. وانت الله يبارك لك يا سي محمد، الله يبارك لك ويخليك. يا حسونة يا حسونة يا غالي، ربي يفضل ولد خالي وربي يفضلكم. هذوما ولاد خالي وولاد عم راجلي، وانتم ربي يفضلكم للاذاعه بالقناعة. وميرسي بوكو، وان شاء الله شهيه طيبه وعيدكم مبروك. ما سم في مالك يا اخو، والله الحمد لله. قلت لكم التوانسه، التوانسه من الخارج من اوروبا من باريس، الناس الكل قاعده تجي للميده الخيريه هذه لدعمها. ونجيك انت معناتها ما فماش بصراحه مخير من هكا. صحيح البلاتو ربما معناتها متواضعه، ما هكا فيه الكسكسي وفيه الحم العلوش، فيه دقلة النور، فيه الرايب، وفيه الخير نتاع بلادنا، فيه الريحة نتاع تونس، وفيه الرحمة لهالمواطنين وهالشعب اللي مصلي على النبي. اشنية اللي باش نزيدوا أكثر من هكا؟ موجود كل خير. الله يرحم والدين والديه، واللي يعاون وهو يعاون ربي، اللي يعاون كحلة يعاون ربي. هو بالحق معناتها اللي يساهم في افطار صائم اجره مضاعف. اي نعم. في ديننا. ها؟ نعم. وان شاء الله التوانسة كل حنين على بعضها. والله نحن حنين، راهو رانا احن شعب عربي، نحن التوانسة احن شعب عربي، ونحبوا بعضنا ونحنوا على بعضنا. اكثرش من الحنين لما هذه تلقاهاش حتى في دولة. تورينا في برشا حاجات، طلعت لنا برشا خنار ملك اللي كانوا قبل الجماعة كل اللي تو اللي هربوا تو. والله الله يرحم والديك، طلعت لنا الخنار نتاع التوانسة اللي 10 سنين واحنا تعذبنا بجرتهم. إن شاء الله نتبدلوا ونجيك أختي نختم معاك أنت دور لي شوية. فرحانة بين أخواتك ها؟ وترى الناس كيفاش عايشه وتشق معاهم الفطر وتقعد معاهم وتتقاسم معاهم الطعام، وما ادراك ما الطعام في ديننا الحنيف. عايش يرحم والدين اللي يساهم في الخير واللي يحن على علي وغير علي، يرحم والديهم ويعمل في حاجه باهيه بصراحه.